الدولة، أي دولة؟ عن أي دولة عم تحكيني بس؟ مصرياتي بالبنك راحوا، شو بعمل؟ لسه بقدر تتحمل. الشعب اللبناني صار شعب مسلول. حول غضبك لمشروع تتنتصر قوى التغيير. سوا نبني لبنان الحرية، الحداثة والازدهار. انضم لمشروع وطن الإنسان. الدولة، أي دولة؟ عن أي دولة عم تحكيني بس؟ مصرياتي بالبنك راحوا، شو بعمل؟ لسه بقدر تتحمل. الشعب اللبناني صار شعب مسلول. حول غضبك لمشروع تتنتصر قوى التغيير. سوا نبني لبنان الحرية، الحداثة والازدهار. بدي رحب بالنائب المستقيل ورئيس المجلس التنفيذي لمشروع وطن الإنسان نعمة فريم، وبالخبيرة بتمويل مشاريع الطاقة كارول عياط. أهلا وسهلا فيكم ب2030. أستاذ نعمة فريم، كيف بتقروا مسار أو عمل الحكومة اليوم لحل أزمة الكهرباء؟ يعني بتعرف عنا كتير سؤالات وعلى إداء هذه الحكومة كلها سواء أو على الجو السياسي في البلد. نعم. أول شيء بدنا نبلش نقول أنه هذه الحكومة كأشخاص عم يلفت لنظري المستوى الراقي والأشخاص الفهماني في هذه الحكومة، ولكن هذه الأشخاص إجوا بوقت عن جد حظن عاطل، وقت كتير غلط. يلي بيأسفني أنه ما نحط مع كل هالخبرة الموجودة بهالحكومة، ما نحط الأصبع على الجرح بكل يعني صراحة. بالكهرباء بالتحديد، أيه؟ ما سمعت كلمة 462. قانون 462، نعم، هو الحل. نحن مش جايين من عدم، في قانون وفي قوانين كتيرة في مجلس الوزراء، المجلس النواب، مش مطبقة، ولكن إنه في قانون واحد نعمل بسبتمبر 2002، صح،
ووالدك ساهم فيه كتير. نعم. من هيك بعرفه أنا، من هيك شغله عيشه وبينشئ الهيئة النظمة، بينظم كل شيء، بينظم الهيئة النظمة، بينظم كيف نشتغل على تشركة أو تخصص أو تخصيص الإنتاج في لبنان وتخصيص التوزيع في لبنان. نعم. والتركيز على النقل، أنه الدولة اللبنانية بتضل مسؤولة على النقل، كله هيدا مدروس وللمواطن يعرف عن جد. إذا بدنا نحمل مسؤولية الانهيار المالي اليوم بلبنان والوضع المزري اللي وصلنا له لحدث واحد، لأنه كل ما بنقول مين المسؤول منضيع مليون شغلة. إذا بدنا نعين فريق واحد، حدث واحد هو عدم تطبيق ال 462 سنة 2002. نعم. أكثر من 60 مليار دولار كلفنا هذا المشروع. هل غلط هيدا؟ هل تضيع الوقت؟ هل محاكيات اللي كانت؟ هل مواضيع؟ يعني برأيك كل الخطط اللي عرضها الوزير هي حد الهدف. حد الهدف. حتى الخطط 2010 اللي انبهرنا فيها، اللي هن أصحابي اللي شغلين عليها. نعم. هو كلهم حد الهدف، الأمر واحد، إنون 462، لأنه هو هذا الإنون. تنخبر شوي المواطن شو بيعمل. أول شيء بينشئ الهيئة النظمة. نعم. الهيئة النظمة مش اختراع لبناني، العالم كله عنده هيئات نظمة، لأنه الهيئة النظمة بتشيل من السياسة الموضوع الكهربائي التقني يلي بيفلس دول. تعرف كتير صعب على شخص عنده انتخابات. نعم. يعلي التعرفة يعني شيء بديهي، حدا بقوس حاله. صح. طب اعطيها لحدا ما بده يترشح على النيابة وريح حالك. تعمشقنا او تعمشقوا، انا بريء من هذا، من دم هذا الصديق. تعمشقوا بشي خلقوه، حقوق صلاحيات الوزير، جمهورية الوزراء في كل واحد له بصلاحياته. لك يا حبيبي. نعم. لا كمبدأ أنه لا، الوزير هو ماشي، الوزير هو نصف آله يا خي. لا، لك حميل الوزير واخلق له هيئة نظمة وقوله للوزير أنت تشيرمن، أنت مش رئيس تنفيذي يا معالي الوزير. واضح. لو عملناها كنا خلصنا. بتوافق هالنظرة؟ يعني ليه كل هالخطط، قبل ما طبعا نحكي عن خططكم، ليه كل هالخطط ما تنفذت من 2010 لليوم؟ وهل بتلاقي انه الحكومة اليوم مكملة بنفس الاخطاء؟ يعني كنا اول السنة معك هون ألبير، حكينا على الكهرباء، كان عنوان حلقتك كهرباء شمعة او عتمة. صح. وحكينا وقتها بالاصلاحات، واولهم كان الهيئة الناظمة تنرجع نعد الثقة لهالقطاع، وللأسف اكيد الاصلاحات ما صارت، واليوم نحن بالعتمة. الموتورات عم تأمن 18 ساعة تقريبا للي بيقدر يدفع. واضح. الخمسة أمبير صارت أضعاف الحد الأدنى، الأربعين سنت عم نحكي فيها كلفة الموتور. كهرباء لبنان انهارت كليا، عم تعطي ساعة لثلاث ساعات بتعرفة تحت النص سنت، ومع أنيوي ما عم بيعملوا جيباية. بقى مش بس اليوم هيدا الشيء عم بيأثر بحياة الإنسان، بس اليوم وصلت تتهدد حتى استمرارية كل الخدمات العامة، من الاتصالات عم نحكي كتير بالإنترنت اليوم، الأمن الغذائي، المستشفى. الكهرباء يعني الكهرباء هي أساس كل شيء، هي قلب الاقتصاد. نعم. فإذا اليوم أي شيء بنعمله بلا إصلاحات غير مستدام. حتى التمويل اللي عم نحكي عنه لنستورد الغاز من مصر أو نجيب كهرباء من الأردن، إذا البنك الدولي راح يحط شروط هن الإصلاحات، أولهم هي التعريفة، أكيد نترك شبكة أمان للفئات اللي عم تستهلك كمية قليلة، بس كتير مهم كمان نحد من الهدر. معقول نحمل المواطن اليوم 40% خسائر على الشبكة نحطها بالتعرفة ونحملها على المواطن على المستهلك؟ بقى قصة الشبكة، نقيم التعديات، جيباية مثل ما كنت عم تحكي أنت فاتورتك عم بياخدوها بعدهم صار له سنة ونص، من اليوم لازم إذا علوا التعرفة كيف هذا الشيء رح يترجم بإيرادات الزيادة لكهرباء لبنان إذا ما عملنا الجيباية اليوم تكون حديثة وكل المستحقات القديمة نرجع نجدولها؟ يعني إصلاح وإصلاح وإصلاح قبل التقنيات. نعم. التقنيات كلها موجودة، الخطط. نعم. موجودة وكلها صالحة، فينا ننفذها لو ما كانت، وفينا نعدل شوي فيها. إذا ما عملنا الإصلاح ما في ولا خطة بتنجح. وهيدا اللي فشل. رح نفوت بتفاصيل الخطط. نعمة فريم بالسياسة،
في اتكال كتير كبير على دول الجوار إن كان مصر أو الأردن أو سوريا. هل هالشي مصدر قلق لألك؟ هل بتشوف فيه مخاطر كبيرة؟ على الطويل الأمد نعم. أنا نعم. بعتبر أنه لازم لبنان وهيني كتير لبنان يكون عنده اكتفاء ذاتي بالطاقة، ولو أنه بفترة من الفترات يعني يمكن يكون بالتجارة الدولية بالمجتمع الدولي بالاقتصاد الدولي عم يشتري ويبيع غاز مثلا، ولكن على الفترة القصيرة هلأ أنا بوافق أنه ما عندنا غير هالخيار. وعلى فكرة نحن لازم نكون بحالة كتير منيحة، بحالة تنسيقية واضحة مع بلاد الجوار. أنا بعطول بنطلق من فكرة الجغرافيا قدر قدرك ايه ما في تغير، هذا جغرافيا واضح وانطلاقا من هون بدك تشتغل. بس اللي بيأسفني انه هذه الخطط كلها سوا هلا اليوم مثل ما بلشت تقولي ست كارول انه هودي عمليا تاب اول ست اشهر دفع لقينا حدا يدفع لنا مصاري تنجيب البضاعة، وبعدين شو بنعمل؟ الفكرة كلها مش راكبة. اذا ما لح نرجع نقلع برجع بقول لك من وين القانون موجود بمجلس النواب والنواب ماشي نافذ اليوم. إيه نافذ. يعني اذا اليوم نحن اجتمعت اذا اليوم مفلسين مش اليوم رح ناخذ القرارات الكبيره يلي اول شيء بتعمل قانون الجبايه. شركات الجبايه هي بتصير تجبي وتعمل مينتنس لشبكتها من تاني مال وتخصيص وتعمل ابل دو. بتعرف لوين واصلين بالقانون؟ واصلين ل 50,000 منزل. فيك تعمل لكل 50,000 منزل فيك تعمل شركة. يعني أنا بقترح مثلا شركات الجنراتورات اللي صاروا اليوم قايمين البلد نعم يا خي اسمح لهم يكون عندهم أولوية هن يصيروا يجبوا الجنراتورات. هن مأسسة الجنراتورات هن نعم. يصيروا يجبوا من لم نشغلهم هالشغلة هن بينبسطوا الدولة بتنبسط من تاني مال. اليوم الانتاج اليوم خطة الانتاج اللي اندرست في لبنان يلي درسها المجتمع الدولي يلي البنك الدولي ليست كوست اسمه عم تطلع لك بمشروع ما بعرف هلأ بدك تحكي فيها أو بعد شوي بس عملت دراسة كاملة. هلأ رح فوت بتفاصيل خطتك خطة نعمة فريم للإنتاج، بس قبل بس هيك لنفهم شو الموضوع بدي أعرف قدي عم بيكلف الوضع القائم. وبدنا فرجي بيان حضرته كارول عياط اليوم الخلل بين القطاع العام يلي بيخسر مصاري والقطاع الخاص والجنراتوريت اللي بيربحوا مصاري وما بيدفعوا ضرائب. وبلوسوا رح يطلع بيان على الهواء بقى. هلا بيان شوي معقد بس اذا فيك تشرحي رح نحطه على تويتر كمان بعتقد رح نحط كل البيانات على تويتر اللي بحب يتمعن فيه. يعني نحن النموذج اللي اتبعناه هو نعم. كان قطاع عام بيخسر نعم. تقريبا 1.5 مليار كل سنة اخر 10 سنين تكبدت أكلاف الدولة. عم بحكي مباشرة يعني أكلاف direct cost 43 مليار آخر 30 سنة. وأكيد في كان أكلاف غير مباشرة لأن أكلاف على الاقتصاد وعلى السياحة وعلى التلوث والصناعة وفوائد. وفي قطاع خاص كان غير شرعي ما بيدفع ضرائب بيلوث هو قطاع الموتورات. التقديرات انه لانه ما بنعرف الارقام المضبوطه بس كان يربح كل سنه 500 مليون دولار نعم. يعني عندنا قطاع غير شرعي بيربح وقطاع العام لا بدنا نخسره بدنا نقفلسه وبدنا خرطه وصل لمحل. وهل شيء بعده مكمل اليوم الموتورات عم تربح مصاري اليوم؟ انا اكيد عم تربح ولا كان سكرت ووقفت. ارباحهم كانت معروفه انه تكون تقريبا هامش الربح 20 ل 25% وما في رقابه اصولا في عالم ما بتشرج على الاعدادات على الاستهلاك وغيره ما في رقابه ما حدا في يعرف. واكيد هن بس في شيء ناجح فيهم اللي كنا عم نحكي فيه لانه هلا بالخطه وقت نحكي بالخطه المقدمينها مع معهد عصام فارس نعم. حكينا عن موديل جديد للتوزيع هو موديل لا مركزي فوت بتفاصيله بعد شوي بس لانه نعم. الموتورات نجحت بمحل هي بالجبايه بالخسائر على الشبكه تبعهم لانه اذا العالم تعدت على الشبكه تبعهم بتروح من جيبتهم أكيد. بقى اكيد وعندهم كل الصلاحيات لانه هي منهم تحت الرقابه بيروحوا بيفكوا بيقيموا بيظبطوا. بقى هذا الموديل المطرح الناجح فيه بدنا ناخذه خلينا نستفيد منه وهذا هو اساس نعمة فريم. شو بمشروع وطن الانسان عم تشتغلوا على تقديم مشروع خطه كهرباء وهو رح يكون جزء من البرنامج الانتخابي أكيد. لمرشحينكم شو تفاصيل هالخطة؟ لك أول شيء لازم نخبر المواطن كيف عم نشتغل بمشروع وطن الإنسان. بمشروع وطن الإنسان
عندنا الفورومز المنتديات يلي هن بيوصلوا إلى رؤية واضحة للمواضيع بتفاصيلها. نعم. وعندنا ميكانيزم لها مش كيف ما كان. كيف بتصير العملية؟ بيصير في مسؤولين بيجمعوا كل الدراسات، والدراسات مثلا ناطرين الدراسة اللي خلصت هلأ من ست كارول، واحدة من الدراسات الأساسية، بيرجعوا بفوتوا إلى منتدى من 20 شخص مسؤول فهمان مثل ست كارول، مثل يلي هي تعرف ده شيء خبيرة بمواضيع محل دقيق يلي هو كمان التمويل. نعم. يلي هي نقطة هي الفلسة رح نحكي توازن عنها. المالي هو الفلس البلد، عدم توازن المالي بالكهرباء. نعم. بقى من هون بجلسات طويلة بنوصل لرؤية واضحة خالصة في تفاهم عليها كلها، وعلى هالأساس بتروح عمليا للناخب بطريقة واضحة بقوانين. اليوم أنا بقول لك نحن قريبين كتير لنوصل على لحظة الكونفيرجنس بين كل الخطط لرؤية واضحة 100%. وبموضوع الكهرباء بموضوع بتحكي. عم بحكي موضوع الكهرباء. نعم. كل مواضيع كتير بس عم بحكي موضوع الكهرباء. مطرح ما وصلنا اليوم بعد ما طلعت من المطبخ بس فاتت على المطبخ، أنا بقول لك واحد، نحن بالتطور اللي صار بآخر 5 سنين أسعار رينيوبلز نزلت بشكل، يعني الطاقة المتجددة، بتعرف قديش اليوم كلفة الكيلووات من الطاقة الشمسية للمواطن يعرف 3 سنت. نعم. كلفة اليوم الجنراتور 35 سنت، من هيك عم يبيعها ب 40، 3 35. من هي لبنان في شمس، في مساحات لقيناهم فيها نعمل 5000 ميجا وات في لبنان من الطاقة الشمسية ب 3 سنت، ب 3 سنت. نعم. فإذا هالخطة بدها تكون تقلى رينوبلز، بدنا نوصل لل 50% من الرينوبلز. بتعرف انه من 5 سنين و6 سنين ما حدا كان يسترجي يحكي بالموضوع. اليوم فيك تعمل 50% من الرينيوبلز، عندك هوا فيك تعمل 2000 ميجا وات. هيدي تقريبا عم بعطيك معالم الخطه يلي هي مش خطتنا نحن بس، نحن كونفرجنس لكل الخطط عم نوصل على هالنقطه. اخذتوا خلاصه؟ خلاصه عم نحكي بحوالي 3000، بين 3000 ل 4000، عم بحكيك من هلا ل 2030، بين 3000 و 4000 ميجا وات على الغاز، على الغاز بيناتهم حطيت بعدها موجودة اليوم، رح تكون بعدها بالخدمة من اليوم، ومحطات. نعم. جديدة. وعندك مي حوالي 500 ميجاوات، وعندك شيء بعد ما حدا حكي فيه هو الهايدرو ستوريج. يمكن نحن إذا نقدر نطلع بهالسنتين ثلاثة القادمين لأكثر من 5000 ميجاوات كهرباء، لبنان في شيء كتير سبيسيال، في جبال، في شمس، في مي، وفي هو الثلاثة بس تخلطهم مع بعضهم بتحول بتنتج كهرباء على الطاقة الشمسية وبتخزنها يعني بالمي. تكون... بتخزنها بالمي بس. نعم. اسمعوا بس هالفكرة، بتخزنها بالمي يعني تعمل سد عالي وسد واطي، بتصير تفضي بالليل وبتطلع بالنهار. يعني هاي بتوفر بطارية، تكون بترتكز بشكل كبير على الطاقات المتجددة. نعم. إن كانت الشمسية أو الهوائية أو المائية. لأنه بس بدي أقول كمان كلمة، تعرف الداش تلويث البيئة بلبنان كلف مكلف على الاقتصاد؟ لا طبعا مؤشر طبعًا. في رقم طلع. نعم. بالولد بانك اليوم عندنا إيه عند الرقم، تعرف أنه مكلف 2% من الناتج القومي كل سنة، يعني اذا بتقعد عم تعمل تكاليف صحه واللي تنتج كلها. نعم. سوا بشكل حوالي $1.5 مليار بالسنه باخر 20 سنه بس تلوث البيئه. اليوم في كارثه بيئيه عم بتصير اصولا، 300% ارتفاع بالانبعاثات حسب دراسه الحي من وراء الموتورات، وهيدا. نعم. الشيء كارثه، يعني نحن ما عم نحكي بقى باكلاف ماليه بس، يعني هيدا صحه الانسان. شو لك يعني؟ كارول عيات كمان حضرتك تقدمت بخطة مع طبعا نشرها معهد عصام فارس بالجامعة الأمريكية. صح. بدي أعرف قبل، لأنه هو الجديد فيها هو الجانب أو التمويلي، بس بدي أفهم تقنيا على شو بترتكز، وهل بتوافق مع النائب. صح. السابق نعمة فريم؟
يعني مستقيل مش مستقيل صغير فرق كثير كبير اكيد. هلا يحيى على الهواء الخطه هلا الحلول التقنيه نعم. يعني صارت معروفه اليوم عايزين مزيج من الغاز الطبيعي معامل على الغاز الطبيعي وطاقه متجدده لانه ما ننتقل للقرن 21 يعني هذا الاتجاه العالمي ما فينا نكون عم نحكي بتقنيات ومعامل قديمه بقى هيدا المزيج معروف اليوم عايزين يعني تنوصل للارقام 30 40 50 50% طاقه متجدده عايزين نظبط الشبكه تبعنا ونعمل شيء اسمه طاقه الاساس اللي هي البيس لود باور اللي بتصير بمعامل على الغاز هو الاسرع وتنجيب كمان 24 للعالم. فاذا الخطة واليوم الخطة برجع بقول التقنية كلها موجودة ناقصنا هو التنفيذ نعم. وتنحكي تنفيذ يعني تمويل اليوم مين رح يعطينا التمويل وشو هن الشروط المسبقة وأنت والوقت وعامل الوقت. بس هل بتوافق قبل ما فوت بالتمويل أنه الطاقات المتجددة فيها تشكل 50% من الطاقة بال 20-30 فيها أكيد وعم بيصير في كتير تطورات إن كان نعم. بالتقنيات البطاريات وغيرها. أنا بقول هلأ الهدف إذا كان 30-40-50 برجع بقول منكون بمطحل كتير منيح بدنا نبلش أول شيء بعد ما نحن اليوم عم ننتج تحت 1% بالطاقة الشمسية اللي هن الطاقة الموزعة اللي واضح. صار كمان هيدا شيء كتير منيح وقت الأزمة. وشو رأيك بقصة الثلاث معامل وأنا سألت الوزير هل لازم ينعمل ثلاث معامل اللي هن دير عمار والزهراني وسلعاتة أو فينا نكتفي بمعملين وبدأ أعرف كمان من يعني الجواب لهيدا لهيدا السؤال هو جواب تقني نعم. بينحط حسب الدراسة اللي هي أقل تكلفة دراسة الـ ODF اللي نعم. عم تعملها هلا تحت الـ World Bank نعم. طلعت. إذا قالتنا طلعوا النتائج الأولية إنه بدير عمار وزهراني هول المعملين الأرض موجودة الشبكة موجودة والبنية التحتية لاستيراد المحروقات موجودة بقى هول المعملين لازم نمشي فيهم فوريا نعمر هالمعملين حطوا هن تقريبا 1.7 جيجا وات لهالمعملين والباقي معقول نعوز معمل ثالث بس معقوله كمان التكنولوجيا تتغير من هلا لسنتين ثلاثه تعفينا عن المعمل تعفينا او لا وساعتها بس لازم يكون الجواب تقني مش الجواب سياسي اذا معملين او ثلاثه واكيد لازم نقدر نعمل نكبر قد ما فينا الزهراني ودير عمار لانه اكيد رح يكونوا تكلفتهم اقل من ما نحاول نشتري أراضي جديدة ونمد شبكة لأراضي greenfield site بنسميه يعني site ما في اليوم شيء عليه نقدر نبني عليه معمل. نعم تفريم شو رأيك بهالموضوع؟ مزبوط اللي عم تحكي بيه بالمية وهيدي الدراسة تبع الـ ODF ولكن أكدت الـ ODF أنه الزوق بضل مطرح منه نعم. لا بل بيتطور لأنه الزوق كمان أول شيء هو epicenter يعني عمليا الكابر لوس الحريق أو تضييع الطاقة بالنقل أخف بكتير. اثنين شبكته مأمنة موجودة. ثلاثة الانفراستركتور تبع البحر كتير كتير مهمة. لا بل هيدي أنا بقترح مش هنش ODF كمان بالدراسة يمكن تطلع معنا أنه FSRU لازم يكون بالزوق محطة التغويز. ليش؟ تقول لك ليه؟ أول شيء لأنه بالنص لأنه النقل أحيان شيء من النص بتروح نور شمال أو يمين. تاني شيء عندك كل المحلات اللي كلفتنا يمكن شي 50 أو 60 مليون دولار هالمنطقة يلي قدرنا حطينا فيها بيرجيت بوبير الغاز هاي تقنيا أو لأنك نايب كسرون لا 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 بالعكس يمكن يكون في ناس ما بدها بس أنا عم بحكي تقنيات نعم عندك محط عندك اليوم مطرح ما بتربط الـ FSRU موجود ما بتتعذب ما بتتعذب بكرة الصبح تالت شي يمكن يكون أحد المصالح لتوزيع الغاز في لبنان هي أنه تمد أسطر غاز تقريبا عم يطلع الدراسة معنا شيء 64 إنش نعم 100-200 كيلومتر على الشمال لجنوب على بعد 50 متر بالماي هيدا بتكون الشبكة يعني الكوستل بايبلاين كوستل بايبلاين بالماي نعم. لأنه إذا حطيته بالماي أول شيء أأمن تاني شيء على عمليا على 50 متر عم نحكي ب تقريبا 20 متر غمق مي يلي هي عمليا منا شيء هيني هيدي كلها سوا منا بتصير تطلع محطه ورا محطه وبتجهز حالك اذا يوم من الايام وهذا لازم يصير يصير في شبكه غاز بالبحر المتوسط لوكال اريا نتورك بالمتوسط نعم. انت بتشبك عليه وبتصير تاخذ ترانسبورتيشن فيز نعم هودي كلهم عم يندرسوا بطريقه غميقه بطريقة فعلية يوم ورا يوم كارول بتوافق على الزوق؟
هلا هيدي قصة شبكة الغاز عم بتصير اليوم مصر وقبرص إيست ماد ولازم نفكر إذا كمان نشبك عليها، مش بس نشبك على الأرب غاز بايب لاين، يعني الموليكيول بس بيحملوا هيك، والهواء كمان في إسرائيل عم بتنفسه هناك. لا هيدي صرت بكونسورسيوم مع إسرائيل. لا إيست ماد كونسورسيوم. لا أنا مش بالإيست ماد بس على التشتيت. بس كرمال الـ FSRU اليوم نحن عنا موقعين، عنا معامل موجودة بتشتغل على الغاز، لأن دير عمار وزهراني. دير عمار بالديل اللي عم ينعمل هلأ مع مصر عم بيتأمن له الغاز، بيبقى لنا الزهراني. أنا برأيي الشخصي يعني هلأ عم بسمع نظرية الزوق، بس كان الأفاسوريو بنحط بزهراني كرمال تيكون عنا صار يعني two sources، محل بيجينا بالشمال من مصر ونحن منجيب. بس ليه ما بينحط بالزوق لكونه مركزي؟ لأنه اليوم إذا جبناه حطينا اليوم بالزوق شو فيني أعطي غاز بس لمعمل الصغير اللي عملناه جديد 200 ميجا، مع أنه إذا حطيته بالزهراني فيني أعطي المعمل القديم اللي هو 400 ميجا ورح أعمل معمل جديد ب 800 اللي هني 1200 يعني ميجا. 1200 صرنا. بعدين أكيد لازم نعمر البايبلاين لأنه لازم نغوز كمان القطاع الصناعي والريزيدنشال والبيوت. يعني الكوستال بايبلاين اللي عم بيحكي عنه نعمل هيدي كثير مهمة، بس رح تاخد وقت لأنه في محلات بركي نضطر نعمل استبلكات للأراضي أو نقطع بالبحر بعد في دراسات. نشيده بالبحر كله ما مستملك شيء، بده ينعمل دراسات لإلها. مشان هيك حتى بالزوق اليوم ما بكون استفدت إلا ل 200 ميجا أجدا حتى، بس إنه كمان بتندرس. يعني نعمل فريم قدي برأيك نفترض بكرة مشروع وطن الإنسان بيستلم للبلد، خلينا نقول لا سمح الله، خلينا نفكر كبير قدي بدنا ليكون عنا كهرباء 24 ساعة؟ أول شيء أنا بقول لك من نبلش بمحل واحد، اليوم عم ندرسه نحن كمان مشروع وطن الإنسان، آلية نرفع دعوة على كل عمجهول أخروا يمكن مش واحد كتير تطبيق من 2002 لهلا 462 وفلسوا لبنان. هيدا من ميلي، هيدي بدنا نسكر. رح يطلعوا التيار الوطني الحر كلهم؟ لا مش ضروري، لا مش ضروري. 2002 سنة. 2002 عم تاني شيء هيدي واحد. اثنين أنا بقول لك بثلاث سنين أنت مش بس بتعمل كهرباء بلبنان، تعمل ثورة صناعية في لبنان، لانه هي هون المرجود السريع. هيدا البايب لاين اللي عم نحكي عنه الاف اس ار يو اللي بدنا نحطه بالزوق، اذا ما نحطه بالزوق هيدا مربوط مباشره مع القسطر تبعه، لانه هيدا فرد انفستمنت قسطر واف اس ار يو. الريتيرن اون انفستمنت تبع هالقسطر على المحطات الموجوده وعلى المحطات اللي بتجي بسنه بتجي المحطات، إذا منفذ القانون 462 يعني هودي جاي عصفور وخيطه، بيجي صح بيجي بيقول لك أنا بمضي معك 25 سنة، بحط أنا انفستمنت مليارين دولار وأنا يا خي بجيب الغاز على هالأف أس أر يو عن شرط، بتنقل لي أنت يا دولة لبنانية بسعر وبنوعية مرتبة ومن تاني مال. هيدا البلم جنراتور اللي عم بلم اليوم بيعطيني المصاري إلي، ما بيعطيها على الدولة وبنقعد كل نترجى السياسيين تيعطوها مصريات. لا هالقطاع خصخصة بس هيك يعني مع هاي أناظمة. يعني كيف الصناعة بدأت كيف تقدر تنافس مع البلدان المجاورة بـ40 سنت؟ يعني مش عم تقدر تنافس مع البلدان المجاورة. كارول عياط بدي توقف وناخد شوية وقت مع خطتك يلي فيها شيء جريء وجديد، لأنه حضرتك الخطة يلي طرحتيها مع معهد عصام فارس عم هيك شبكتي أزمتين، هي صح. أزمة مصرفية وأزمة كهربائية، وعم تطرح نموذج للتمويل بيستعمل الودائع المصرفية العلقانة بحولها إلى دولار حقيقي من احتياطي مصرف لبنان، بس بتخف التزاماته بنفس الوقت، ومنقدر نمول إنشاء معامل. أنت رح تفسريها أحسن مني. تفضلي ورحت بركي بيان صغير يقدر يفرجينا أو يعطينا تفاصيل هالخطة، اشرحي لنا هالخطة تلفزيونيا بأقل من دقيقة أو دقيقتين. تفضلي. يعني من مثل ما قلت الأزمات كلها اللي عايشينها، الأزمتين الأكثر شيء مأثرة بحياتنا هي الأزمة المصرفية وأزمة الكهرباء. نعم. بالمصارف في خسائر حسب الحكومة ب 69 مليار مقدرة، مقابل 105 مليار ودايع. أزمة الكهرباء هالخسائر كلها اللي تكبدناها أثرت كتير على ميزان المدفوعات، اللي هو كمان أثر بالأزمة المصارف اليوم وشح الدولار. يعني هالأزمتين متشابكين ببعضهم.
وللأسف لحتى لليوم نحن صرفنا 10 مليار على الدعم، 5 مليار منهم كان على الكهرباء، وما استثمرنا بشي وما عنا شي اليوم. صح. يعني الفكرة إنه ليه ما كنا خدنا جزء وعملنا معمل، عملنا معمل كهرباء وصلحنا الكهرباء. المشكلة وين؟ إنه هالأموال هن أموال المودعين، صح؟ صح. بقى إذا نحن بدنا نصرفهم لازم مفروض إنه يرجعوا للمودعين، واليوم بس بدي أرجع أكد إنه عم بتنصرف هالأموال وما حدا عم بيطالب فيها. يعني المودعين مش عم نقول ما عم بيطلع لهم حصة ولا عم بيطلع لهم أي شيء بإيدهم يقدروا يطالبوها، بيرجعوا من مصرف لبنان أو الدولة. فإذا إجت الفكرة حطينا حل متكامل، هو حل إصلاحي بين الإنتاج بين التوزيع والجباية. نعم. يعني هيدي حل تنجيب 24 على 24 بقل من سنتين، بحل هو بإيدنا، يعني نحن مسيطرين على التمويل هو محلي، وكمان بخفف من فجوة مصرف لبنان وبيرجع أموال العالم. بالإنتاج هو مبني إنه نبني هالمعملين اللي عايزينهم بدير عمار والزهراني لطاقة إنتاجية توصل لل 2 جيجاوات، يعني 2000 ميجاوات اللي هي بتأمننا الـ 24 على 24. بيبنيهم هيدي المعملين، تبنيهم شركة، شركة خاصة بالدولة على بورصة بيروت. نعم. بيفوتوا فيها المساهمين، يعني بيكتبوا فيها إنشاءة. يتم إنشاءة جديدة. نعم. بيفوتوا فيها المساهمين، يعني بيكونوا المودعين باكتتاب قيمته 4.8 مليار دولار محلي. نعم. يعني هو أقل من 5% من المودعين. صح. مفروض يقولوا أنا أموالي ممنوع المودعين. يفوتوا السياسيين أو أشخاص عندهم نفوذ سياسية أو البنك شير هولدرز أو البنك، يعني تنكون في حوكمة. وفي بيرجع جزء الثاني بتجي شركة عالمية هي بالديرة، مطور عالمي أو شركة عالمية استشارية، وبينشئ المعمل وبيديره وبيشغله شركة عالمية محترفة مثل جي إي، سيمنز، أنسالدو، ميتسوبيشي، ما لعبتها عم نسوق لحدا. نعم. هن بيعملوا كل الإدارة لهالمشروع. بتجي هالشركة بعدين بتستبدل الأموال اللي هن الدولار المحلي بدولار فريش من مصرف لبنان من الاحتياطي، وهيك بتكون مصرف لبنان نزل فجوته. ترجع الشركة بس نزل الاحتياطي كمان، نزل بس نزله بأقل من ما نزل الودايع. نعم. بيرجع بعدين هالشركة بتبيع كهرباء لكهرباء لبنان بكلفة أقل ب30 أو 40% من الكلفة الحالية، بقى بتكون كهرباء لبنان استفادت. وبالإيرادات، الإيرادات بتكون فصلية، بيسترجعوا المودعين أموالهم بخلال الفترة كلها بس بإيرادات فصلية، وما حدا مضطر يبقى لعشرين سنة لأنه السهم بيكون متداول على بورصة على بورصة بيروت. هيدي بالإنتاج بس، لأنه في بس جزء كلمتين على الشبكة. كهرباء لبنان هي بتصلح الشبكة بعقد تعطيلها مقاول عالمي تحت إشراف استشاري عالمي. وبالتوزيع بيتمول نفس وفق، لا هيدا بيتمول من يا من المؤسسات الدولية يا من الاس دي ار، بس عم نحكي بمبلغ 400 مليون من المليار الموجودين، لأن المليار ما بيقدونا. وآخر نقطة، عم نعتمد لا مركزية بالتوزيع. نعم. شراك صغيرة مثل بالقانون 462، لأنه هيدا كله هيدا المشروع مزبوط بده قانون، بس القانون يعني جاي مع ال 462 أبدا ما بيتعارض معه. نعم. فريم تعليقك. تعليقي أول شيء، هاي الخطة كتير خلاقة وكتير تايملي هلأ. نعم. وقتها بدي أقول لك، بس ما فيك تعرف 462 قديش ملائم لها الخطة. صح. بس للمواطن يعرف، بيفرض عليك ب 462 أنه خطة أنه شركات الإنتاج يلي بدها تنتج يلي بدها تنخلق جديدة مخصخصة يكون 40% مشغل أجنبي، مشغل ذو خبرة كبيرة. نعم. و60% الدولة يلي مجبورة الدولة تبيع الأسهم على الأسواق المالية اللبنانية. يعني القانون موجود مكتوب، هيدي مبارح فينا نعملها، هاي مبارح فينا نعملها، وهيدي كل القوانين قائمة تبعها. نعم. من هيك أنا بقول لك، أعطيك العافية كارول، بس بقول لك معالي الوزير الطاقة يلي كنت قبل هون، ما بيمنعك شيء، ما بيمنعك شيء تطبق هذا القانون يلي هو مغطيك قانونيا، مغطيك قانونيا. في نقطه كثير مهمه، في الطاقه المتجدده، بس الهيئه الناظمه بالقانون. تفضل. في الهيئه، في الطاقه المتجدده، لانه نحن هلا بنكون نشأنا شرك، هي شركه الانتاج تبع لبنان. مفهوم. نهار اللي بيصير عنا استقرار ماكرو اقتصادي، بيجي هالشرك اللي هي اليوم تمولت باموال خاصه 100% اكويتي، يعني بنقول بتجي هي بتجيب الدين، تاخذ من المؤسسات الدوليه 70% دين، يعني فينا نزيد الدين بس تقريبا 5 مليار. نعم. ونطور كل الطاقه المتجدده. انا سؤالي لك كارول، ليه المودع بده ياخذ هالريسك المخاطر، يفوت بمشروع طويل الامد
ما معروف إذا رح ينجح أو مش رح ينجح، بينما بالأخص إنه الجيبية بعدين رح تكون بالليرة اللبنانية ما رح تكون بالدولار، وما منعرف على الضبط شو مخاطر لعب العملة، بدل ما يخصم اليوم ودائعه المصرفية ويروح يخصمون على 5 أضعاف أو 4 أضعاف ويخلص من هالقصة. يعني مشان هيك نحن عم نطرح أنه هالخطة لازم تكون مع خطة متكاملة مع صندوق النقد الدولي. نعم. تلمودع يكون عارف شو خياراته، لأنه هيدا أكيد استثمار خياري، أنا ماني أبدا طارحة أنه يكون المودع مجبور يفوت في إلزامة، يعني هو بيقرر وقت يكون المودع عارف شو خياراته، أنه مثلا هل بيطلع له سهم ببنك أو بتفضل سهم بمشروع كهرباء في أصول. أكيد في مخاطر، كل مشروع في مخاطر وهذا استثمار، بس نحن هون عم نقول انه المودع رح يرجع كل امواله مع مردود، يعني رح يرجع حط 4.8 مليار دولار. نعم. او دولار محلي، رح يرجع 7 مليار دولار او بالليره ما بيوازيه بالليره اللبنانيه على سعر الصرف، يعني مزبوط حطهم، بس هو ساعتها استرد امواله مش خصمهم 5 أو 6 أضعاف. انا بهالموضوع بحب اقول انه بشوف، بدي ارجع شوي على خطه لجنة الاقتصاد يلي كنت أنا منسقة ورئيسة، يلي عملنا خطة لتصفير العجز بالدولة اللبنانية وصوتنا عليها في اللجنة، يلي هي كان أساسها خطة تثمير الأصول. نعم. تبع الدولة يلي بتشبه كتير يلي انعمل باليونان. نعم. باليونان شو عملوا؟ خلقوا صندوق، نوع صح. من صندوق سيادي سموه التايبهد. شو عملوا؟ صاروا يشوفوا شو في بهالدولة، عملوا جردي في ذو قيمة، مثل المطار، مثل البور، مثل محطات الكهرباء، مثل مثل مثل، ما بيعون بالرخص، شلون من ايد السياسيين وحطون بهذا الصندوق. نعم. حطوا له مجلس إدارة لهذا الصندوق، ولأنه كان الأوروبا عم تشرف على هالعملية كان في كمان ناس من الألمان، وكان في دعم ألماني. نعم. مباشر. ولكن كانوا اليونانيين هن صاحبين الشأن وصاحبين صح. القرار وصاحبين أول شيء جماعة بحبوا بلدهم. صح. ونحن هون في موضوع لازم نحكي فيه شوي صغيرة، بدنا نسمع يا حبيب مسؤولين بحبوا لبنان ولا ما بحبوا لبنان. إذا بحبوا لبنان هلأ بتاخدوا قرارات تنفيذ قوانين موجودة لنطلع من الجورة يلي بخمس سنين منخلص منزمط. فإذا موضوع الودائع فيها تكون تعطيه سلة للمواطن، تقول له إذا بتحب، أنت تحب الطيران، استثمر بالصندوق بمشروع تسمير المطار. نعم. مثلا رونيم كنا حاطين مثلا مطار رونيم عوض، تعرف إذا بدك تعمر مطار مثل رونيم عوض اليوم داش حقه بكلف بلوي طبعا بإشراك القطاع الخاص، حاطينه عم نشمسه. نعم. صلنا 30 سنة، فيك تخبرني ليه؟ عم نخمره فيك تخبرني هلا ليه؟ بنشوف بعد البريك، بدي أخذ البريك الثاني والأخير بهالحلقة، وبعد البريك رح نحكي عن الإصلاحات، عن التنقيب وغير تفاصيل العلاقة بخطة الكهرباء. الدولة، أي دولة؟ عن أي دولة عم تحكيني بس؟ مصرياتي بالبنك راحوا، شو بعمل؟ نسبة بدها تتحمل. شعب اللبناني صار شعب مسلول. حول غضبك لمشروع تتنتصر قوى التغيير. سوا نبني لبنان الحرية، الحداثة والازدهار. انضم لمشروع وطن الإنسان. الدولة، أي دولة؟ عن أي دولة عم تحكيني بس؟ مصرياتي بالبنك راحوا، شو بعمل؟ نسبة بدها تتحمل. شعب اللبناني صار شعب مسلول. حول غضبك لمشروع تتنتصر قوى التغيير. سوا نبني لبنان الحرية، الحداثة والازدهار. انضم لمشروع وطن الإنسان. Thank you.
دولة، أي دولة؟ عن أي دولة عم تحكيني بس؟ مصرياتي بالبنك راحوا، شو بعمل؟ لسه بتقدر تتحمل. شعب اللبناني صار شعب مسلول. حول غضبك لمشروع تتنتصر قوى التغيير. سوا نبني لبنان الحرية، الحداثة والازدهار. انضم لمشروع وطن الإنسان. إذا بدنا نقول عن لكيفية تمويل قطاع الطاقة، هل حل
بتلاقيه هو الحل الأمثل طبعاً. إيه بس شو الخيارات التانية إذا ما زبط؟ لأنه حل ما بدي أقول معقد بس منه ما بينعمل بركي بشهرين ثلاثة وبده تشريع وبده موافقة الحكومة إلى آخره. هل عنا خيارات أخرى أو لا؟ هلا هو في ثلاث خيارات لتمويل مشاريع الطاعة. نعم. الإنتاج. الخيار الأول هو الكلاسيكي، نعمل شيء اسمه BOT، بيجي مستثمر أجنبي عادة أو مطور بيستثمر بمشروع بشركة خاصة، هي بتفوت بعقد مع كهرباء لبنان وبتبيع كهرباء. هيدا الموديل اليوم المعتمد عالميا، بس هيدا الشيء بده اليوم حدا يكون حاضر يعمل استثمار بلبنان ويحط ميات الملايين الدولارات، وبقى مشان هيك في شروط مسبقة اليوم منا متوفرة. بعدين دولة منا قادرة اليوم كمان متعسرة على الدفع، يعني ما حدا رح يقبل يفوت بلا ضمانات من المجتمع الدولي. صح. وجارانتيات وبرنامج مع صندوق النقد. بقى هيدا الشيء بأحلى حالاته لو اليوم كلنا ماشيين ويلا عم ننفذ كل الخطوات الإصلاحية اللي عنا إياها، بدنا سنتين ثلاثة مينيمم تنقدر نبلش. حتى من دولة لدولة اللي ذكروا الوزير، دولة لدولة منروح على الأوبشن 2 دولة. نعم. أو دولة، يعني الدولة نحن بدنا ناخد دين عام، يعني منزيد كمان مديوني. هيدا الشيء كمان اليوم طالبين الإصلاحات كلها وطالبين برنامج مع صندوق النقد اللي لازم نعمله، مش عم نقول ما لازم، بس رح يكون في سنة ونص على القليلة إذا بكرة بلشنا بالإصلاحات تنبلش نقدر ننفذ هيك مشروع. سنة ونص يعني 3 مليار تقريبا كلفة مضيعينها، لأنه كل يوم تأخير على تنفيذ هالمشاريع بيكلفنا 5.5 مليون دولار أكلاف مباشرة. فريش كل يوم تأخير. نعم. يعني هيدا المشروع كلفته اللي نحن طرحينه مليارين دولار كله. نعم. بيوفر كل سنة على الاقتصاد مليارين دولار. بقى اليوم كل يوم عم نضيعه، هيدي كلفة الوقت نحن ما يعني ما حدا بيحكي فيها، إن كان الأزمة حتى المصرفية. نعم. نحن من سنتين الفجوة اليوم عم بيحكوا عنا بست 69 مليار، كانت 30 مليار. صح. يعني كل يوم عم نضيعه ما عم يرجع، وهيدا عم بيكلفنا وعم بيكلف خسائر على البلد وكان تلوث وعلى الاقتصاد، يعني عم يخنقنا ورح نوصل لمحل دايما عم نقول يلا لازم هلأ نعمل وهلأ نعمل ما لازم نتأخر، بقى هيدا آخر فرصة رح نوصل للنقطة البلد الرجحة، يعني ما رح نقدر نرجع، رح يصير في كولابس ستيت فولي، نقطة اللا عودة. لا عودة. نعم. نعمة فريم، موضوع التوزيع وحضرتك ذكرت لا مركزية التوزيع، هل تعتبر هيدا هو الحل؟ أكيد. ليه بكسر وين ما بتعملوا أنتوا الشركة وبتهتموا بأموركم؟ ما زال الدولة عاجزة. أول شيء قانونيا اليوم الجنراتورات، وأنا أصلا بدي أقول لك نحن ما نشكر صاحبين المولدات يلي عمليا عبوا فجوة كتير كبيرة، ولكن الدولة كان فيها تعملها مش ببلاش. بس أكيد أكيد. بس أنا بقول لك شغلي، عارف أنه أنت فيك تعمل اليوم بالقوانين الموجودة إذا نظمتها شوي، وبرجع على الهيئة الناظمة، إذا بلا هيئة ناظمة ما فيك تنظم التوزيع، ما فيك تنظم الإنتاج، ما فيك تنظم العلاقة بين الإنتاج والنقل وربطها بالتوزيع، لأنه في مشكلة كتير كبيرة. كنت تفضلت وحكيتي على سيستام البي أو تي مثلا، طب هذا الشخص اللي بده يجي تيوظف بلبنان بده يطلع يشوف هل المصريات اللي بدها تدفع لي إياهن الدولة هل مأمنين؟ هو بيأمن إذا بتأكدي له أنه اللي عم يجبي المصاري من البيت من المنزل عم يحمل هالمصريات ويعطيني إياهم. نعم. إذا بتقول له هالمصريات هاو بدون يفوتوا إلى خزينة الدولة، وإذا الدولة مليئة بتدفع لي، وإذا دولة متعسرة ما بتدفع لي ما بقى تلاقي حدا. من هيك دور الجابي شركة أساسي وبعدين أساسي أساسي بالمينتنس، أساسي بالتطوير، إذا بدنا نعمل prepaid card ويصير هو يتأكد أنه الشخص بيشتري كمية الكيلوات قبل ما يصرفها وبيدفع حقها وبساعتها بيصرفها. أنا بقول وأنا مش مع شركة، بس اتفضلت وقلت شركة واحدة مثلا بكسر وين. نعم. أنا مش مع الشيء، أنا مع شركات مثل الهول سيلر بالتجارة، يكون ما هي في تنافس، ما هي تجارة، هي تجارة مثل تبعد ما تبيع علبة تون. نعم. عم بتبيع كيلوات. أنا مع، عم أقول لك حتى القانون لاحظها بـ 2002 بيوصل للـ 25 ميجاوات مينيموم باليونت. نعم. يعني عمليا كسروين مثلا هي 200 ميجاوات، فيك تقسمها لـ 8 شركات جبايه،
بصير هو مسؤول عن سيكتور، بينتبه على الترانسفورت، عن الترانسفورت تبعه، بيتاكد انه شريط منيحه، بيتاكد توزيع كل عمليه التوزيع، بس بيعمل لها مينتنس كمان. نعم طبعا. وكل يعني 5 سنين بترجع بتقول له حط كفاله مصرفيه، نرجع نجدد لك، نرجع نجدد لك اذا ما في اعتراض. الخطه بس تبعنا كمان حاطين نحن بطاقات التشريج، وكل نعم. الايرادات بتروح بحساب مرهون لصالح مين؟ لشرك الانتاج، كرمال تنظهر من قصه انه المصاري دغري ترجع للمودع اذا كان هون المودع هو المالك. بس انا بس بدي اقول شغله عن الهيئه الناظمه، بس كلمه تجاوبك عليها مزبوط. الهيئه الناظمه هي حجر الزاويه تبع هالمشروع كله، والحجر وهي، ولكن بتسكر كتير الكيكين. بس هل بتسكر كتير الكيكين؟ تذكروا هالكلمه، هيدي الاخرة. هلا رح نحكي عن الكيكين ومين له مصلحه يتسكروا هالكيكين. بس قبل لا ارجع على الهيئه الناظمه والقانون 462 يلي حكينا عنه كتير بهالحلقه، هل برايك كارول عياط هذا القانون قابل للتنفيذ مثل ما هو ام بده تحديث وتعديل؟ يعني كان فينا نحدث اجزاء منه الخاصة أكتر شيء بالطاقة المتجددة. نعم. بس أكيد نغير سيستام وكونسبت الهيئة الناظمة، هذا الشيء مش مقبول إنه نعملها هيئة استشارية مثل ما عاملين الـ LPA، ما تكون فرغناها كلها من جدوتها. وشفنا كمان محلات ببلدان وتفرضوا الهيئة الناظمة المؤسسات الدولية وصارت يعني محاصصة أو مسيسة، شو كان نتيجتها؟ بقى كتير مهم إذا عملنا هيئة ناظمة تكون هيئة ناظمة كيف ما هو ملحوظ بالقانون 462. في بعدين قانون كتير مهم محضرته الـEU والـEBRD خاصه بالطاقة المتجددة الموزعة، هذا اليوم ليه بعد ما انطرح؟ اليوم إذا صار في شيء منيح بهالأزمة إنه شفنا الطاقة الشمسية والطاقة الشمسية الموزعة الفردية المنزلية، بس كمان فينا نطورها أكتر من هيك. نعم. فينا نفوت بعقود private PPAs power wheelings net metering. هل عم نشوف اليوم هل يعني الطاقة الشمسية الفردية اللي انتشرت هل عم تخفف عن الشبكة إلى تأثير ملحوظ أو بعدها كتير هامشية؟ هلا هي أكيد إلى تأثير ملحوظ، عم بتخفف شوي. يعني نحن آخر 10 سنين تقريبا تركب 100 ميجا. نعم. هالسنة قطعت 100 ميجا بسنة واحدة، بس عم نحكي 200 على 3000، يعني بعدنا عم نحكي ب 2%. بس في كمان شيء كتير مهم صار، هي الانرجي افيشنسي. نعم. يعني كفاءه الطاقه، هيدا الشيء كتير صار منيح اليوم لانه العالم عم تدفع كتير غالي الكهرباء، صار ما عادوا عم يدفعوا، هيدا الشيء لازم يصير لانه تكون الكهرباء ببلاش العالم تستهلك وما بتسال مثل كل شيء. نعم فريم، حكيت شغله اساسيه عن اصلاح قطاع الطاقه، هيدا معروف بلبنان انه قطاع الطاقه هو منفعه للسياسيين. نعم. للاسف وكله بينتفع منا وفي صناديق صوتة وكونترايات. نعم. مشبوهة. طيب ليه بظل هالطبقة الحكمة هي نفسها بده يتم إصلاح القطاع؟ لأنه أنا بدي أقول لهم لهالطبقة الحكمة، لو قبلتوا تعتبروا الكهرباء no man's land، منطقة محايدة سياسيا. نعم. محايدة سياسيا، ما كنتوا فلستوا البلد، ما كانت الناس عم تسبكن، ما كنتوا اليوم عم تطلع فيكم المجتمع الدولي وتحطكن على الأفاق وتخرب لكم بيوتكن، كنتوا اليوم عم تفكروا كيف بدكن تورطوا ولادكن وولاد ولادكن سياسيا، لأنه كان لبنان عم ينمى ويكبر، كان البلد كتير منيح. بس بدي أقول لهم هيدي آخرت شو اسمه يا بسين، شو اسمه بتعرفها؟ ايه لا 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 مش لحقولها، بس يعني بالشوم، لانه ضلوا يماكحوا ببعضهم ويعتبروا هيدي غنيمة حرب. شركة الكهرباء والكهرباء بلبنان غنيمة حرب، بدهم يسبوها صح ويعملوا فيها سياسة. هل برأيك خربت البيوت لبناس؟ بس برأيك تغير يعني هالسلوك تغير او ما تغير؟ لحيت هاللحظة ما تغير، لانه ما شفت الهيئة الناظمة مشيت. الهيئة الناظمة هي اللي بتحول، بتشيل الديبوليتيز، كيف بتشيل بتشيل السياسة من هالموضوع، بتشيل السياسة من الموضوع. صار الوزير مرتاح. بس غريب كيف المجتمع الدولي كان مطالب بالهيئة الناظمة بالأخص الجانب. نعم. الفرنسي بالمبادرة الفرنسية، ما عدنا سمعنا فيها وما عاد بشرط. يلي أنا لقلي بيأسفني. نعم. أنه نوع من الشعب اللبناني عن جد رهيني، وعن جد يلي عم بيحرروا عم بيخاف يقتلوا له الرهيني.
بيجي بلحظات بيصير تخيل اوكي اوكي بس ما تقتلون للناس. نعم. نحن هيك اليوم، نحن هيك اليوم. ولا وانا بأسف 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 انه الوقت عم يمرق. قلت كلمه كتير حلوه كارول، قديش الوقت تمين وما حدا بيحكي فيه بلبنان، بس يكون في تعطيل. بتعرف شو يعني؟ شو اغلى شيء بالتعطيل؟ يخيل الوقت علينا. أي. انت من حياتك قديش قاعد من شبابك قاعد ناطر خسائر وخسائر يعني وخسائر على زي العالم كله. هيدي انخفاض بالانتاجيه وهذا الوقت. نعم. والتاخير اليوم كمان التكنولوجيا عم تتغير. يعني التكنولوجيا من هلا لخمس سنين ما حدا رح يعرف شو هي شكلها. كهرباء سيارات اللي عصيروا على الكهرباء من هلا لخمس سنين يمكن صعب تلاقي سياره مش كهرباء على الطريق. هي بدنا نحضر لها، مش محضرين لها. الهيدروجين من هلا لخمس سنين تعتبروا انه الهيدروجين ببلش عصر جديد من الطاقه المتجدده. الهيدروجين من هلا لخمس سنين رح يكون صعب تلاقي سياره بفتكر على الطريق. لا بس انه عم نحكي لازم نحضر حالنا. ستورج من هلا لخمس سنين ستورج خبرية جديدة يمكن تتغير اللعبة كلها. صح. يمكن يعني كله بدنا نضل نطور. ليش عم نقول انه نحن اليوم بدنا نتأقلم مع هذا الواقع الغريب العجيب. آه. مش عم نعرف شو هي الفوتوفولتايك. اذا سعره مكفى نزول هالقد يمكن تغيري كلمة توقفي ولا اي محطة بنزين على الغاز. فوتوفولتايك وستورج سدود صغيرة مي بتنزل وبتطلع او بالطريات اذا رخصوا كتير بالطريات. هلا بس نحن بحالة إذا صرنا 1 سنت على الفوتوفولتايك. نحن اليوم بحالة طوارئ ولازم نمشي كتير بسرعة لأنه حكينا. نعم. بالوقت. بقى إذا اليوم هي الناظمة مش هيك أنا بركي رح أقول شيء مش كتير بوبولر، إذا ما قدرنا اليوم نعملها لازم نتجه للخطوات الإصلاحية الفردية مع هالمشروع. نعم. وترجع بعدين هي الناظمة منها مشكل. بس اليوم فصلينا هالخطوات يعني حكينا عن التمويل، حكينا عن التقنية يعني عن البنى التحتية، بس بالخطة في خطوات إصلاحية أساسية. شو هي هالخطوات؟ شو لازم يتطبق بكرة لازم يقطع قانون يكون مكتمل ويكون إصلاحي. نعم. بقلبه في قصة الجباية، قصة البريبايد كاردز والعدادات الذكية. عدادات الذكية ننتقل كلها عليها، وأنه يكون في الإصلاح على الخسائر على الشبكة 40%. إذا هول النقط قدرنا نعملهم مع المعملين تنقيمة ونحل محل الموتورات بنكون. نعم. عملنا أول خطوة إصلاحية، بس منا كافية لأنه ما نتجه إخرتها للهيئة الناظمة تقدر تنظم كل الأدوار. نعم. وكل يعني الأطراف اللي عم تشتغل بهالقطاع. أنا مش مع هذا الشيء. أنا بقول إذا مش هلأ بهالإنهيار على شفير الموت النهائي ما لح نبلش بتنفيذ قانون 462 نسول الموضوع، ما لح نعمله بحياتنا. وإذا ما عملناه لبنان ما لح يرجع يزبط. عم تربط كل شيء بالقانون 462. نعم، لانه هو لانه انتاج. لانه نقل، مش لانه انا هيك مهودس فيه يعني. لانه لا ما هو اكيد اذا فينا ننتجه اليوم اكيد، اذا فينا ننفذه اليوم اكيد، بس اذا طلعتنا هي انظمه كلها محاصصه ومسيسه شو كنا عملنا؟ لا نعمل معلنيه. اذا بدنا نقول نحن انه بدنا نطلع من الجوره. صح، اكيد عمليا. اذا مش اليوم الشعب اللبناني بده يقول، ويمكن نعمل انتخابات كله عليها. انتبه أنه خي تعالى أقول لك شغلي وحدة بتطلعني من الجورة. هذا بيكون حل المثالي يعني. نحن إذا قدرين نعملها بكون صرنا 10 سنين عم نطالب فيها. إذا مش هلا نعمل حل المثالي أي متى؟ هيعملوا هي الناظر. فيكم تقولوا لي أي متى؟ لأي متى بدنا نعمل الحل المثالي؟ لأي متى بدنا نقول خي نحن بدنا نرقع؟ ليه بدنا نرقع؟ طب نحن ما بنعرف نعمل هيئة ناظمة؟ بنعمل نحط دعاية بكل مجريات العالم. يا خي مين عنده هالمؤهلات يقدم طلب؟ نعمل لجنة. ما انعملت هيئة ناظمة تبع البترول كانت كتير منيحة. بس غير شيء هي النظمة تبع البترول البي غير عن الهيئة النظمة تبع الاستشارية. بعرف بس أنا طريقة الهايرينج ونقي الناس اللازمة. أكيد. نقدر نلاقي الناس. بس كمان كان فيها محاصصة واحد. إيه بس كان في مستوى كمان. إيه في مستوى أكيد. إيه؟ بس في محاصصة كمان. خي طيب بس نحن. الواحد معروف مين من إيه. نحن اليوم شو هيني اليوم إذا اليوم بدو يعطوك مصاري، ما هي كمان مربوطة ببعض الشغلة. أنا اليوم المجتمع الدولي إذا اليوم بدو يشيلك من الجورة، ما اذا ما له يحط لك يساعدك او يلزمك تحط هيئه ناظمه شفافه بيكون عم يشارك بالجريمه. نعم. لا هو مشارط، مش هيك ما راح يصير التمويل الا كارول عياد. بمشروعك للتمويل طبعا وضعتي ضوابط معينه وذكرتيها حضرتك، انه ممنوع يشاركوا سياسيين، ممنوع يشاركوا مدراء المصارف مثلا بهالعمليه. بس
عمليا اللي رح يشارك هو كبار المودعين، مين رح يشارك غيرهم؟ ما بتتخوفي انه يصفي هالموضوع بايد كارتيل من كبار المودعين يقدروا هن يسيطروا على هالموضوع هذا ونرجع نوقع نفس الموضوع تضارب المصالح والاستيلاء على المصلحة الوطنية؟ أول شيء الخطة في عنا يعني حد أقصى للمودع كل واحد يفوت ما حدا يكون عنده أكتر من 1%، هيدا أول شيء. نعم. تاني شيء رح يكون في أولوية للمودعين الصغار، أي واحد فيفوت لو حط دولار واحد، ما حدا مجبور يحط، يعني كل واحد بيحط قد ما بده، وبنعبي أول شيء شطور الأوطة تنوصل للأعلى. يعني في أولوية للمودع الصغير وفي حد أقصى ما حدا يملك أكتر من 1%. نعم. بس تعرف شغلة، أنا بحب أنه السياسيين يفوتوا ومصرياتهم الخاصة، أحس ما نجمع هالناس ما حتى ونفلسهم. لا ليه ما نفلسهم؟ بده يكون إذا عمل المشروع. لا السياسيين إذا قاعدين ناطرين بيعملوا لك قانون بيخربوا لك بيتك، لازم يقعدوا هن راسهم بالدق. أنا هيك بقترح يعني. بس بيصيروا بيغلبوا مصلحتهم الخاصة على المصلحة العامة، بس بيكون عم بيفيدوا هالمودع. ما بعرف انه عم فكر يعني فيها، يعني احنا عم نحكي اصولا عم نحكي بوداع اكثر اقل من 5%، يعني احنا هذا مش رح يكون كل العالم فيها تفوت، في 5% للي حابب فيها تكون محل الخسائر رح تتكبد يفوتوا بهيك مشروع تنخلق فاليو. اللي كان عم بيقولها الاستاذ نعمت انه ليه نحن بدنا نحقق خسائر اليوم، خلينا نخلق شيء مش موجود ونرجع العالم للعالم امواله. نعمت فريم تستثمر بهيك مشروع؟ أنا إذا في قانون 462 وهيئة ناظمة نعم، إذا ما في بخاف لأنه بدي أتأكد كيف بدها تنربط الجباية ديركت بال، ومين بده يدير هذه العملية. لأنه أنا اليوم ما بسلم رقبتي بقى لا العمل السياسي في الإدارة. المشكلة الأساسية يلي وصل خربت لبنان هي أنه استباحت الإدارة من الطبقة السياسية اللبنانية، وصارت حللوا كل الأغلاط وكل الجرائم والفظائع بالإدارة، حللوها باسم السياسة، وصاروا بهالأساس ما حد حدا يطلع بالإنتاجية. هو الأساس، الأرقام الأساسية يا خي، الإنتاجية، العلم شو بقول. يعني أنه معقول اليوم نحن كنا عم نحرق open cycle؟ أنا عندي إياها هيدي على التاريخ بدراسة الموضوع تنشوف كيف وصلنا لهون. كنا حرقنا 5 سنين open cycle بالداوي والزهراني على المزوت، بس كان المزوت برميل بترول 120 دولار. تعرف شو يعني open cycle؟ يعني 22% أو 25% efficiency، بد ما تكون 60% efficiency عم نكب هوا سخن بالهوا بالجو، لأنه مش عاملين كيلو، لأنه مش عاملين شبكة توزيع. بتاخدش حقهم هو؟ كنا حطينا 5% من الحرقانيه هون وعملنا شبكه اعراض، كلهم هاو كلهم هاو باسم لانه منقطع السياسي قبل العلم. نهايتها 200 مليار دولار دين، نهايتها الكرسي اللي عم نعيشها من هيك اليوم. من غير الوضع. نعم. كارول عياط، بدنا يعني ننهي الحلقه بموضوع التنقيب يلي كمان ذكرته مع الوزير، وزير الطاقه. يعني بنعرف انه صار في جوله او اعلنوا عن جوله بحزيران، الجوله الثانيه، شو بتتوقعي لهالجوله؟ هل معقولكم في اهتمام دولي؟ يعني خليني اول شيء بلش اقول انه بال2010 سوق الغاز كان غير اليوم. نعم. اليوم الوضع كتير تغير. الكوب 26 اللي صارت السنة أول مرة بيحكوا بهالقد صراحة على قطاع البترول والغاز والتلوث اللي ناتج عنه. بقى كل الميزانيات العالمية لهالشرك خفت كتير، حتى الغاز اللي بلوث أقل حتى بكتير. حتى الغاز لأنه في كتير ضغط للاتجاه للطاقات البديلة، الطاقات الجديدة، الإيدروجين وغيرها والطاقات المتجددة. وتاني شيء نحن ما ننسى أنه بالإيست ميد المنطقة تبعنا نحن ديب ووترز، يعني نحن كتير بيكلف كلفة الاستخراج، كلفة الاستخراج عالية. بقى تيجوا هالشرك ويقبلوا يستثمروا بده يكون عندهم هن مردود معين، رح يكون اليوم أضعاف اللي كان بال2010 لأنه كلفتهم التمويل غليت من وراء هالقصص اللي صايرة اليوم بالعالم. نعم. هيدا واحد. تاني شيء نحن اليوم إذا بكرة عملنا استكشاف أول مرة رح يجينا مردود هو من بعد 2030، وكل التوقعات لسوق الغاز انه من بعد 2030 الاسعار تبلش تنزل. يعني نحن بركة يكون اوفرنا نشتري غاز من مناطق مثل قطر اللي هي اللوست كوست بروديوسر بالعالم، ما رح نقدر ننافسهم بركة. كل هالعم بقولوا انه مش غلط نجرب،
بس ما نتوقع أنه خلاصنا هو بالغاز، خلاصنا هو بالطاقات المتجددة، بالطاقات البديلة. يعني ما لازم بقى، لازم نحط سياسة حسب الواقع اللي عم بيصير عالميا. إذا نشوف جمعة الماضي شو صار بإسرائيل، الوزير الطاقة طلع وقال نحن ما رح نعمل بقى يعني تنقيب واستكشاف بال 2022، رح نتركز كل شيء على الطاقة المتجددة. يعني مثل ما بيقولوا بالإنجليزي we come late to the party دايما، نحن we're coming late to everything. مأخرين على السهرة، 10 سنين مأخرين. ولازم ما نجم نعمل حلول مثل بالكهرباء الهروب إلى الأمام، لازم بقى نعمل قفزة نوعية ونغط وين بالقرن ال 21 اسمه ليب فروغ، يعني ليب فروغ بال 21st century. يعني ما فينا بتوافق نعمل فريق متأخرنا؟ أنا بوافق أنه عم نتأخر، نعم، وهيدي لازم تكون بأساس السياسة الخارجية ومفهوم الأمن القومي اللبناني. أنه اليوم نقعد بنشد وبنفاوض وبنحط الزيح وبنعمل معركة على الزيح والتخطيط ولا على الحدود اللبنانية بالبحرية الجنوبية، ونحن كل سنة بنتأخر عم تنزل القيمة. مثل واحد حامل ما تخزني أرن بوزة واقف بالشمس وعم بفاوض عليه لخي ما عم بدوب هيدا، نعم. عرفت كيف؟ قاعد بالشمس ما عم بدوب، خذ قرار. يعني اليوم قرار السريع له قيمة كتير كبيرة، خاصة أنه التكنولوجيا التغير رهيب رهيب بشكل. يعني أنا بتوقع أنه بال 2030 عم تقول الأسعار بدها تنزل. أنا بقول بال 2030 أنا متمني شايف الكوانتوم ليب بالتكنولوجيا هلا يمكن تكون ما باش حدا يستعمل غاز. شوف دول الخليج كلها عم تستثمر بالهيدروجين وبالطاقة المتجددة، لو كان المستقبل هونيك يعني 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 أنا كتير خيفين أنه إذا مكفية هيك، يعني هالشيء نحن لبنان اللي بيعونا إيه أنه هو خلاص الوطن، بركة ما يكون خلاص هو الوطن، هو كان خلاص الوطن لو 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 عجلنا، لو عجلنا نستخرج هلا كل يعني. نحن اليوم بس تقولكم داش الطاقة البديلة، لبنان مجهز للطاقة البديلة، نعم، جبل، شمس، شمس وهواء، هواء، بحر، نعم. والبحر وماي، وعندك البحر بعد ما حكينا فيه عندك 200 كيلومتر لمعدل ل 10000 كيلومتر مربع. يعني انت ملوسين وكله رفيع، انت رفيع وطويل. لا لا ما بدناش، مش عم نحكي التلويس، عم نحكي شو فيها نعمل بالموج، نعم. شو فيها نعمل بهال كل هالتكنولوجيا الجديدة اللي عم تطلع. أنا أكيد لبنان فيه يقطع 50% إذا عرف عمل شغله من الطاقة البديلة. بس الطاقة البديلة الحلوة فيها أنه هي بتنعمل بالمناطق الريفية اللي كمان بيعمل يعني كمان الماء متوازن. طرحك اللي طرحتيه معنا الليلة، هل الحكومة راضية عنه؟ وهل معقول يسلك مسار تنفيذه؟ يعني هيدا نحن دراسة عملناها بالمعهد، وشغلة المعهد يقدم دراسات وحلول، نعم، للسياسة العامة. وصلت للحكومة وعجبتهم كتير، وبعتقد عم بيدرسوها جديا. وكمان الوزير فياض ما كان يعني اعتبره حل جزئي، حل من الحلول، وهي من الحلول. برجع بقوله إذا حل مطروح للنقاش، يعني إذا حدا عنده أي شخص حلو منه الحقيقة المنزلة، يعني ما في شيء منزل، نعم. فينا نطوره، فينا نظبطه، فينا لازم ينزيد قصص بنزيدها، يعني هو مطرح للنقاش. وإذا حدا حابب ينفذه نحن هون نساعده تقنيا أكيد، طالما هو عم يتنفذ بطريقة إصلاحية، نعم، مع كل النقط اللي حكينا فيها اللي كانت بالجباية أو بالشبكة، لأنه هي منا قصة إنتاج. الانتاج بلا الاصلاح بيكبر خسارتنا وبيكبر فجوتنا. نعمت فريم، امتى رح نوقف نقول كهرباء دولة او موتور او شمعة؟ وخطتك كيف، يعني كيف رح تطورها وشو المسار التطبيقي لهالخطة؟ مسار التطبيقي للخطة هو نربح الانتخابات ونقدر ناخد قرار نقول نحن عم نسوق. نحن مين يعني؟ كل شخص هو بيعتبر حاله منه جاي ليخدم حاله، جاي ليرجع يبني إدارة الدولة اللبنانية بعيدة عن السياسة. إذا صار هذا الشيء، إذا صار هذا الشيء ما بنعود نسمع بصفقات مثل هالإني من ساعتين ثلاثة، يعني راح قلبنا. يعني كانت مارس هذي 2-0 طقت فيه شيء، كانت أنه بيطيروا بيشيلوا البطار وزيت الوقت بيلغوا وبيلغوا الانتخاب، بيعملوا انتخابات المغتربين على الستة محصورة بالستة. يعني تصور هالباكج ديل هيدا الشعب خسران مرتين يلي دوب. سقط هالباكج ديل، بتأمل أنه تكون سقط، لأنه نعم. وإذا ما سقط بده يسقط بالشارع. يعني الشعب اللبناني أمام عيونه هلأ عم اتنيناتهم عم بيبيعوا من كيس الشعب، هيدا بيبيع التاني من كيس الشعب، وهداك بيرجع بيقول له أوكي وأنا رح بيعك كمان من كيس الشعب، ونحن قاعدين متفرجين. كيف يعني؟ كيف يعني بتعملوا صفقة من النوع؟ صفقة يه
هيدي قطعت، هي كسرت الركور الحقيقه. وانا بقول ما كانوا متوقعين، ما كانوا متوقعين تتسرب، لانه اذا لانه عيب اذا تسرب لك، عيب لا بحقهم، اني عن جد عيب بحقهم. ان شاء الله ان شاء الله ما تمر هالصفقه. شكرا لك النائب المستقيل نعمة فريم والخبيره كارول عياط. بدي عيد اللبنانيين سلفا، وموعدنا الاسبوع المقبل. الدولة، أي دولة؟ عن أي دولة عم تحكيني بس؟ مصرياتي بالبنك راحوا، شو بعمل؟ لسه بدك تتحمل. الشعب اللبناني صار شعب مسلول. حول غضبك لمشروع تتنتصر قوى التغيير. سوا نبني لبنان الحرية، الحداثة والازدهار. انضم لمشروع وطن الإنسان. الدولة، أي دولة؟